لكن هنا عندي عندي هيا جايبها والله جايبها اسلم اسلم من هذه في هدايا هي والله العظيم اني لو جبت لكم اللي جبت لكم اشهد علي الله انها ما تكفيكم لكن كل واحد اني معده لابوي اشهد علي الله حيا الله ضيوفنا الموجودين اليوم بس كذا انا توني صغير انت اخوي هذا اخوي الصغير اخوي الصغير صغار بعد اي اخوي الصغير اخوي الصغير بعد حياكم الله والله ضيوفنا ترى اخوانك بعد ضيوفنا توهم شباب ما يحتاج اضيفهم باذن الله ومن نصيب كلهم كلنا اخوان بعد بس اصغرنا ابو عبد العزيز اصغرنا الله يسعدك الله بلغت ولا باقي دخلت العشرين اخو نور ها خلاص ايه ابو عبد العزيز خلاص مره واحده شباب تبها صغر مره واحده خلاص صغر مره واحده قلتنا ما حرشناك قلتنا من حجنا سالمين ها يلا حي ابو ضيوف الحين فقرة احمد عوض وتوزيع الهدايا العظيم شكرا الله يجزاك خير يجعل في مزيد حسناتكم لكن الله يجزاك خير وش دعوه لو نجيب لكم نجيبكم المنوف يا بعد راس الله يشهد جزاك الله خير يلا حي يا هلا فيك نورتونا طال عمرك بخير جزاك الله خير قبلان القحطاني واحمد العوض يا بعد راس خذوا اللي تبي يا عاد يا حافظك الله والله لو نجيب لكم نجيبكم ما توفي حقكم سم طال عمرك يلا حي نورتنا طال عمرك يا هلا ان شاء الله يا هلا فيكم والله الله يبقيك هيا هيا ابي يا عم ابو علي هيا الله يا اخي انني اشتاق لك ابو عوض شخصيه اليوم شخصيه اليوم يا عاد النظارات غطى عليكم كلكم يا الحين عمنا عمنا ابو سليمان شوي يزعل يا اخي فروم ويردس بس ما تغطي على عمنا بس فروم ويردس يس فروم وير وير اي جو ها ور 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 جتنا هديه شايه فهراقيه يا سلام من راجل قاله وشيمات وافية يا سلام عليكم زود جعل الله يوفقك ويطيل عمرك آمين ويسعدنا وانتو في الدنيا ولا آمين وياك آمين آمين صلي على الله حقك لكن اعذرنا على الخير أبي أنا أبني ليش اشتاق اليك حقا على بدايه الاجازه اليوم اي نعم اي الخميس ونيس اي خميس ونيس الشيخ ابو صالح بعد ما تخلص ايوه 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 شكرا ابو صالح موجود ايوه شكرا يا بني يا هلا ويذرون الناس ويذرون على انفسهم ولا كان بالقصاص حبيبي سلمت هذا مدى العوض يا زلت الجمهور يا اخي انت هذه الجمهور الثاني لا هديتين في واحده مسواك هذا والله ما كثر خير هنا تعال 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 جنبي تعال جنبي هنا تعال تمر بس خلونا نجيبها لكم عشان مخرجنا الهديه كلها طاعه في طاعه السواك مرضاه للرب مطهره للفم والسجاده اسال الله سبحانه وتعالى ان يس